أستاذة انتصار أختي في ملتقى السرد العربي، أحييكي وببارك على المكان الجديد للبحرينية. وتحبي حضرتك تقولي كلمة للأستاذة هالة؟ هو أنا بس عايزة أوضح حاجة، هو المعاناة دي جت بعد 25 جدال ما بين القصة والرواية والمسرح والدراسات في الشعر العربي والمسرح. بس أنا عشان بس أبقى يا جماعة منصفة، أنا بتكلم عن القارئ اللي هو في الوسط الثقافي، لكن ده ما منعش الدكتور حسام عقل إن هو يدرس لطلابه مجموعات قصصية، فهذا إنجاز. الدكتور سامي سليمان درس لطلابه في آداب القاهرة شغلي. الدكتور سيد قطب في ألف سمع شمس درس تقريبا كل أعمال لطلبة عربي في ألسن، بل وترجمت أجزاء كبيرة من أعمالي إلى الفرنسية والصينية والإنجليزية في المجلة العلمية لكلية الألسن، وهي مجلة محكمة دوليا. طبعا أساتذة الجامعة عارفين الكلام ده. أنا أخذت نصيبي أكاديميا وعلميا يكفي إن نقاط مهمين زي الدكتور حسام عقل وأساتذتي في الكليات وأستاذ الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، كل دول لما ياخدوني، لما الدكتور شمس الدين الحجاجي يستدعيني عشان أناقش معاه رسالة ماجستير، ده تقدير. لكن أنا صدمتي كانت في الحياة الناس العاديين المثقفين الكتاب اللي أنا طول النهار معاهم في الندوات بس، لكن هل أنا لم أحصل على حقي كمبدع؟ لا، حصلت عشان ما أبقاش بس ظالمة، أنا بس كنت منتظرة يبقى في رد فعل يعني مختلف. الحاجة الثانية ودي هختم بيها بعد إذنكم، درست في الدراسات العليا بتاعت المسرح، وكلنا درسنا إنه إحنا بنلعب في 39 تيمة كلنا كمبدعين من أيام أرسطو لغاية النهاردة بنشتغل فيهم. هي الفكرة بنتناولها إزاي؟ النص بتاعي ملوش علاقة لا بين السماء والأرض ولا بأي حاجة، هو النص أنا اعترفت اعتراف من كواليس العمل المسرحي للكتاب ده تحديدا، اللي هو الرحلة صفر ونساء ماريونيت. نساء ماريونيت لعبة مسرحية كلها نساء ما فيهاش ولا راجل، لكن الرجل هو البطل داخل العمل. الرحلة صفر هي لعبة مسرحية كلها رجالة، ما فيش ولا امرأة على خشبة المسرح، لكن البطل هي المرأة. أنا حبيت أفهم أساتذتي اللي كانوا بيدرسوا في الدراسات العليا أن تستطيع أن تفعل أي شيء ما دمت مبدعا، ما دمت قادرا. اللي أصعب من ده إن السلطان الحائل لما درستها لتوفيق الحكيم، أنا وقعت أسير هذا النص لدرجة إن أنا بقيت أقوم وأنام وأحلم بالنص. فكتبت حاجة نص موازي عليه وقدمته للأستاذ المشرف، وساعتها قال بالنص كده، طبعا أنا يعني أنا آسفة إن أنا هقول الله يخرب بيتك يا هالة فهمي، أنت وصلتي إنك تلعبي في توفيق بيتك إن شاء الله.